فرق الجهد الكهربائي في مجال كهربائي منتظم. هنا لدينا قانون الجهد الكهربائي من النقطة س إلى ص، ويساوي المجال الكهربائي ضرب المسافة أيضا من س إلى ص ضرب جتا الزاوية ثيتا من س إلى ص. إذن هذا قانون الجهد للمجال الكهربائي المنتظم فقط. ميم تعني المجال، فا المسافة ما بين النقطتين، والثيتا هي الزاوية ما بين المجال والإزاحة فا. لدينا هذا الشكل، يوجد فيه ثلاث نقاط ألف وباء وجيم. الآن نريد معرفة فرق الجهد بين كل نقطتين، وأول مثال نأخذ فرق الجهد بين النقطة ألف وباء. إذن من ألف إلى باء اتجاه، إذن من ألف إلى باء تعاكس خطوط المجال الكهربائي، إذن تعاكس اتجاه خطوط المجال الكهربائي. إذن الجهد ما بين ألف وباء يساوي المجال الكهربائي المعطى قيمته ضرب المسافة فاء ما بين ألف وباء ضرب جتا الزاوية ثيتا وهي 180، لأنه اتجاه خطوط المجال الكهربائي الأعلى واتجاه الحركة أو المسافة بين ألف وباء بهذا الشكل. إذن 180 درجة، وجتا 180 سالب 1، إذن سالب المجال في المسافة ما بين ألف وباء ما بين ألف وباء. إذا أردنا فرق الجهد بين باء وألف، نقول جهد باء ألف يساوي المجال ما بين باء وألف، المسافة ما بين باء وألف، وأيضا الزاوية ما بين باء وألف، الحركة الآن من باء إلى ألف وهي بنفس حركة اتجاه المجال الكهربائي. إذن جتا صفر، لأن خطوط المجال الكهربائي بهذا الشكل واتجاه من باء إلى ألف بحركة أيضا موازية إلى، إذن الزاوية ثيتا يساوي صفر، ومنها وجتا صفر تساوي واحد، إذن المجال ضرب المسافة من باء إلى ألف. الآن إذا أردنا معرفة فرق الجهد بين ألف وجيم، بين ألف وجيم وأيضا ما بين جيم وألف هي نفس فرق الجهد، لأنه الجهد ألف جيم يساوي المجال بين ألف وجيم، مسافة ما بين ألف وجيم، جتا الزاوية ثيتا. لننظر الآن إلى اتجاه ألف جيم بهذا الاتجاه واتجاه المجال عمودي، إذن الزاوية بينهما 90 درجة، حتى لو كان الاتجاه من جيم إلى ألف أيضا 90 درجة، وجدت 90 تساوي صفر. إذن لا يوجد فرق جهد ما بين أي نقطتين اتجاهها عمودي، اتجاهها عمودي على خطوط المجال الكهربائي. أما إذا أردنا معرفة فرق الجهد ما بين جيم وباء أو باء وجيم، إذن جهد جيم باء يساوي المجال ضرب المسافة ما بين جيم باء في جتا الزاوية ثيتا المحصورة ما بين الإزاحة فاء وخطوط المجال الكهربائي. إذا أردنا إذن باء وجيم وهذه اتجاه خطوط المجال الكهربائي، إذن هذه الزاوية ثيتا، وتكون فرق الجهد إذن بين تلك القيمتين هي أكبر فرق جهد موجود ما بين أي قيمتين.